افتتح معالي الشيخ راشد بن خليفة الخليفة رئيس المجلس الوطني للفنون المعرض الفني الثاني لمجموعة الفن التشكيلي بالنادي السوداني في مملكة البحرين الذي تستضيفه السفارة السودانية ويستمر حتى يوم الجمعة 28 من أكتوبر الجاري. ويأتي هذا المعرض ضمن سلسلة معارض تقيمها المجموعة، حيث شارك في هذا المعرض عدد من الفنانين المبدعين المعروفين بإبداعاتهم، وتعبر الأعمال المشاركة في المعرض عن اللونيات المختلفة في الفن التشكيلي السوداني واتجاهاته المختلفة، كما يضم المعرض مجموعة من أعمال المنحوتات والتجريدات الخشبية، ويهدف المعرض إلى التعريف بالثقافة السودانية في مجالات الفنون التشكيلية بمدارسها المختلفة، والتواصل مع الساحة الفنية بمملكة البحرين بالنشاط التشكيلي، وترسيخ دور الفنون التشكيلية على وجه الخصوص في الارتقاء بالوعي الجمالي والقيم الإنسانية بشكل عام، إلى جانب تقديم مجموعة الفن التشكيلي بالنادي السوداني وأربع ورش عمل فنية تدريبية موجهة للذين يرغبون في تطوير مهاراتهم في الرسم والتصميم والتلوين. ما يشملها المعرض من لوحات فنية ومشاركة فنية من أعضاء النادي السوداني في البحرين، الواحد يعتز فيه ويشوف أن هذه الأعمال جميلة جدا ومتقنة، والزوار يعني للجمهور البحريني اللي بيزوره بيستفيد من هذه التجارب اللي أقيمت، تجارب فنية ومن فنانين مبدعين. الهدف من هذا المعرض هو بدءا عكس التنوع الثقافي في السودان ودور الفنانين التشكيليين والفن التشكيلي في تقوية العلاقات بين السودان ومملكة البحرين. العلاقات طيبة، علاقات مزدهرة وعلاقات وطيدة في كل المجالات، وبالذات في هذا المجال الثقافي. نحن عندنا النادي السوداني في مملكة البحرين هو واحد من أزرع الدبلوماسية الشعبية ويقوم بدور كبير جدا، والدليل على هذا هو هذا المعرض، معرض الفن التشكيلي. برنامج كله نحن واخدين الجانب الفني فيه، لأنه كل الفنانين والرسامين وذلك كلهم أعضاء في النادي وفي لجنة خاصة، عندهم لجنة خاصة بتعاطوا من خلالها التدريب والمشاركة في المعارض. هذا هو النشاط الثاني بالنسبة لنا كمعرض، حبينا نبين فيه إمكانات المجموعة، وإن شاء الله ستكون هنالك مشاركات أخرى كما يشاركون بعض في هذا المعرض إخوة من الرياض، فنانين اثنين هم متعاونين مع المجموعة، وإن شاء الله يعني يكون في أنشطة قادمة في مملكة البحرين في كل الأنشطة الثقافية، ويكون للمجموعة إن شاء الله مساهمات كبيرة.